عقلتو باش هادي عام بالضبط في ديسمبر اللي داز درت لكم واحد الفيديو قلت لكم انا صافي عييت وعينا ما نهضروا 15 عام وانت كتهضر على الفساد وما كيتابعو حتى شي واحد وما كاينش محاربه الفساد في المغرب وطاطا وانا غنمشي بحالي. دابا هذا الشيء اللي واقع كل نهار خبر ديال متابعه شي برلماني متابعه شي مسؤول اعتقال شي حد. كتظنوا هادي شي صحوة عندنا في المغرب ديال محاربة الفساد بالصح؟ شي نقلة قبل ما يجي المونديال تنظيم المونديال بغاو ينظموه في واحد الإطار نقي ولا ما عرفتش واش كتظنوا هادي زعما شي صحوة ضمير لتنقية الساحة السياسية وتنقية المغرب من الفساد والبزنسة ولا كتظنوا هادي غير حسابات وشي حملة دايزة؟ اش بان لكم؟ جاوبوني في هاد البول اللي خليت لكم.